Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne. Alors lui, j'ai entendu comme à la ma routine capillaire et les produits des 15 ml, ça fait d'abord واحد العام ونص. Donc 15 ml هاد المنتوجات اللي خديت par internet. غادي نخلي لكم لي ليام اللي خديت هاد لي برودوي في la barre d'info. Alors je commence par هاد الزيت تاع دكتور ويما. Je pense راه بزاف ديال الناس اللي عارفينها. Donc هاد الزيت خطير بزاف حيتاش كتنوض هادوك لي بيتي ريبوس في الشعر، يعني فيما تكون داكشي بلاصه اللي خاويه كدير منها و فريمون افيك لو طون، يعني خاصك ديرها واحد 4 à 5 fois par semaine. سي با ايفيدون سورتو في الوقيته تاع البرد، مي جو كونساي فريمون الناس يبداو هاد لو تريتمون سون برانتون ولا اون ايتي، حيتاش باش دير هاد الزيت يعني 4 ولا 5 فوا بار سيمين اون ايفير سي با فاسيل. دونك الناس اللي بغا يبداوها باغ اكزومبل اون برانتون، وراه ال دون دو تري بون ريزولتا او بو دو ان موا اي دمي، كيبانو فريمون لو ريبوس، كيبان لك هادوك البلاصات اللي كانوا خاويين دوك الفراغات كيعمرو، كيبدا داك الشعير كيبدا تينوض. دونك هاد الزيت زوينه بزاف، واللي عجبني فيها سي كيلي طبيعيه، يعني الزيوت اللي فيها طبيعيين، والخلطه اللي دايره هاد الدكتور ويما كتخلي الشعر ينبت كيف كنقولوا. و جو كونساي فريمون الناس ياخذوها حيتاش كتستعمل الرجال العيالات، سي جوست كيفو ليفيتي في لا بيريود ديال لا غروسيس، ما كداش في الوقت الحباله وما كداش في الوقيته تاع الرضاعه. دونك هاد لي دو بيريود المراه ما تخصهاش تستعملهم، سينو اور هاد لي دو بيريود المراه ديرها. دونك هادي انا استعملتها بوندون 4 موا و بان لي لو ريزولتا. ما كنتش كنديرها 4 فوا ولا 5 فوا بار سيمين، كنت كنديرها اونيكومون 3 فوا بار سيمين، و فريمون بان لي لو ريزولتا على ان موا بداو تيبانو لي دوك لي ريبوس لي تيكونو القدام بداو تيبانو كتر. دونك تنصح بها بزاف البنات ياخدوها، زوينه. اي الناس اللي كيبغيو لا بريونس في الشعر يديرو منها هكذا في لابون تاع يديهم، ويدهنوا لي لونغور ويغسلوا شعرهم ويديروا ان بيتي بروشين و تيبانوا فريمون لي شوفو بريون. الوغ هاد الزيت غادي نخلي لكم، هو ما خديتوش من عند دكتور ويما ديراكتومون باسكو حتى هي عندها ان سيت، مي انا خديته من عند ايمان اونيك شوب، حيتاش عندها لو برودوي ديسپونيبل سور بلاس في لا بوتيك ديالها، و ايل في ايغالمون لا ليفريزون. دونك خديته من عندها. باغ كونطخ الا بغيت ناخدو من عند دكتور ويما من لي زيتازوني خاصني نتسنى بزاف تاع الوقت باش يوصلني. دونك انا خديته من عند ايمان اونيك شوب بان كون، خديتو سي جو مابيل بيان ب 350 درهم باش كنت خديت هاد القريعه، ميم سي الفي 350 درهم، ولكن راه لو ريزولتا اي فريمون فيزيبل، تري فيزيبل. الوغ جو باس لو دوزيام برودوي، هي هاد لا لوسيون ديال اكرينال. اكرينال عندهم لو شامبوان، عندهم لا لوسيون، عندهم جو بونس ميم لي امبول انتي شوت، عندهم بزاف تاع لي برودوي بور لي شوفو. دونك هي مخصصه بالخصوص في الشعر. دونك انا خديت هاد لا لوسيون لي نورمالمون تراس هاد شاك جور، مي انا ما كنديرهاش شاك جور حيتاش كنبغي ندير ان بيتي بروشينغ شعري. دونك هادي كنديرها حتى هي 3 ا 4 فوا بار سيمين، كنخليها في شعري ابري جو برون ما دوش، سينو هي تقدر ديرها وتخليها في شعرك. و دونك شاك جور خاصك تفابوريزي منها في شعرك. هادي زوينه مي ما بانش لي ريزولتا، زعما كاين ان ريزولتا كي فيزيبل باقي ما بانش ليا، حيت شعاد بديتها دونك راه ميم با لا مواتي، مي زوينه لحد الان. لا شوت عندي شويه قليله، ماشي كيف ما فكاتكم فهاد لا بيريود لي نورمالمون الناس كيطيح لهم الشعر فيه. وندوزو لي دو ديرني برودوي. دونك هاد لي دو ديرني برودوي لي دارو ان بوز sur Instagram. Donc les produits Brazzal elle a dit ah pardon pour la lotion qu'on a dit ça and para ma non pardon ma para donc il y a qui commandé ce mende le produit il y a ou le shampoing dial ça va bien pour la chute. Donc le deuxième produit le troisième produit les redis Brazzal qui était comme daro un buzz
sur Instagram. Donc, redites à l'huile détox ou redites à la poudre d'amla, sachant que non, bzaf, t'as les poudres, poudre chikakaï, poudre gotukola, chajahaka, ou l'hinna, ou un don bzaf d'autres poudres, des poudres indiennes, ou un don à des huiles, donc un don à des huiles détox, un don à des huiles khilfa, ou un don à des huiles akhra, je pense, pour les gens, pour les gens qui ont fait les pointes ou endommagés ou braoui, ils ont fait le char de l'homme. Donc, c'est une huile détox, donc elle a purifié le gilda de racé, elle a les démangeaisons, elle a carrément, ou fait l'un qui a fait mais bien sûr, tu vas dire plusieurs fois par semaine, genre 2 à 3 fois par semaine. Et là, dans ça, au STML, c'est le gel de racine vraiment apaisé. Je ne sais pas que technique qui fait l'eau. Elle a au STML. Donc, elle dit qu'on s'est fait bizarre, une tâche qui a fait l'hika ou qui a purifié le gel de racine, qui a et en même temps كتتنفس الزغبه باش كتخليها طوال en même temps كيطول هاد الزيت كطول الشعر donc انا كيفاش كنستعملها كنديرها par exemple بالليل وكنخليها toute la nuit و الصباح je prends ma douche sinon فاش كندير هاد الزيت هادي الا بغيت يعني نزيد un deuxième produit اللي نعالج به شعري كندير هاد لا بودغ دابلا هاد لابودغ دامبلا غنية على التعريف أون إند إي تو دونك سي لا ميور بودغ و زعما كاين أي وحدة خاصها تكون هاد لابودغ باسكو فغيمون زوينة هي ريحة ديالها تتشبه شوية الحنة باسكو فيها بزاف ديال الأعشاب و الحنة إيكالمون مي ماشي ديك ماشي ديك ريحة ديال الحنة لي كتخنق زوينة الريحة ديالها هادي كناخد أنا معلقة صغيرة دونك غنوريكم كيف دايرة دونك هي هادي أون بود دونك انا كناخذ معلقه صغيره منها كناخذ معلقه صغيره منها وكنديرها مع الماء دافي وفاش كندير هاد الزيت الا مثلا درت هاد الزيت بالليل هادي كنديرها فاش كنفيق الصباح كنديرها هي الاولى وكنخليها باغزوم طول الماتيني ابري جو برون ما دوش سينو كاين اللي كيخلطها انا عاد بيت كنخلطها بيت كنشد هاد لا بودغ داملا كنخلطها مع الويل ديتوكس وكنديرهم اون ميم طون دونك ما كنبيتها ما حتى شي حاجه كنفيق الصباح كنخلط لا بودغ دابلا مع هاد ويل ديتوكس وكنشق بها شعري دونك فوالا هادو هما لي برودوي اللي كندير شعري اي جيسبر كون عرفتكم بشي حاجه و ا بيانتو في اون اوتر فيديو باي باي